دي أسطوري جدا جدا. خلينا نستنى المقدمة من أول وجديد. ازيك يا أحلى متابعين؟ النهاردة أهلا وسهلا فيكم في قناة مرمر تيوب. النهاردة الفيديو أسطوري جدا 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 جدا. معلش يا جماعة إني قطعت عليكم فترة طويلة أوي، بس أنتوا يا جماعة مخيبتوش ظني، وبدل ما تقلوا زدتوا عشان تعرفوا إن أنتوا أقوى جيش في اليوتيوب غصبا عن اي حد في العالم. دلوقتي النهارده عشان انتوا اقوى جيش في اليوتيوب هعرفكم ازاي تعملوا سكان اسطوري جدا جدا جدا. هعرفكم ازاي تجيبوا حاجات كتير كتير كتير. الحاجات انتوا عاوزينها لبس او شعر ومن غير روبوكس واحد، وده عن طريق ماب. دي طريقه مضمونه جدا وفعاله في ساعتها. طبعا انتوا هتقدروا تجيبوا كمان بقى في وش روبلوكس، عملت تحديث عملت وش بيتحرك جميل جدا. انا حبيت الوش ده فاخدته. في الوش ده مش جميل خالص، وفي الوش الكيوت ده ده اكتر حاجة عجبتني فاخدته. اعرفكم دلوقتي ازاي تجيبوا ايه، ازاي تجيبوا ده وده بالإضافة إلى نظارة جامدة جدا اللي هي النظارة. هفركها لكم. هفركها لكم أسهل دلوقتي، مش فارق. خلاص هنجيب ايه، هنجيب ده ده ونضارة. شوفوا دلوقتي ازاي تجيبوها. ونجيب لكم ايه تاني، نجيب لكم كمان، لا مش حاجة دي كلاسي، ونجيب لكم لبس كتير جدا بس مش عندي. نجيب لكم كمان تيشيرتات وفساتين، وكمان ايه تاني، ونجيب لكم هير، هير كتير جدا جدا جدا. خليكي بس انتوا مع الفيديو. يلا يا جماعة دلوقتي يا جماعة هفرجكوا ايه هي الماب. دلوقتي انتوا يعني اللي مش عنده الماب دي هيضغط هنا ويكتب اسمه، انما انا عندي الماب دي. ف ايه رايكم يا جماعه في شكل بتاع الكتابه؟ جميعا صح. ده هو اسم الماب، دي هي الماب او الواحده دي، دي هي يا جماعه الماب. يعني دي الماب. صح يا جماعه، نسيت اقول لكم في باركور جميل جدا. ايه رايكم فيه؟ اللي بيلعب الباركور ده يكتب لي في الكومنتات، انا طول النهار بلعبه. دي الماب اللي هندخلها، ده هو اسمها. نيرس كولر كوين تويست كويست، ماشي يعني على الانجليزي بقى. خلونا يلا ندخل على البتاع. صح، الوشوش دي هتلاقوها عادي جدا مش متحركة، هتلاقوها عادي جدا تتجاب فري من غير اي من غير ما تتعبوا. وهي تحديث جديد، فضلوا بسرعة 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 بسرعة، روحوا شوفوا مش واخدوه عشان بعد فترة هتبقى برابوكس. يا اختي قمر، ايوه رمشي رمشي، حركي حركي حركي. المهم دلوقتي يا جماعة عشان تجيبوا الشعر، الأغلبية عارفين الموضوع وهو كده.
هي الأغلبية عارفين الموضوع كله. هتلاقوا هنا، هتيجوا هنا طبعا، صورته هنا على بتاعة الهدايا، تاخدوا الشعور اللي انت عايزينه كله عادي. دلوقتي بقى الاكسسوارز والحاجات الأحسن بكتير. اضغطوا على علامة الشوب، هتلاقوا الكلام ده، هتلاحظوا انه في كلام هنا جميل جدا جامد جدا. هتضغطوا على الكلمة واحدة هتلاقوا اللبس كتير جدا، يعني دي ممكن تشتروها برا بوكس، وممكن تشتروها بالعقل. الحاجات دي واللي هي already موجودة عندي، في عندي برضه دي ده، ان نلاقي اي حاجة مثلا اعرف اشتريها دلوقتي، ما عنديش فلوس اي حاجة. ممكن نشوف اقدر الاقي ايه من هنا مثلا دلوقتي، ده عندي وده عندي، ادي النضارات اللي احنا عاوزينها. وهنا في الشعر ده ممكن تجيبوه عادي، بس باقي شهور لا ادري. وفي ده اوكي، عندي دول الوشوش دول كلهم، ممكن مش عارفة ايه يا جماعة ازاي نجيبهم، لما اعرف هبقى انزل فيديو على طول. وفي الحاجات دي ممكن تاخدوا نط عادي، خلونا نحاول ناخد النط مثلا ده، باي اوكي ده برابوكس. كده مش هاخد برابوكس عشان مش معايا برابوكس. يلا خلونا تلاقوا هنا بتدوروا هنا على المهام اللي المفروض تعملوها عشان تكسب الحاجات دي. عندي مثلا ده، يلا شوفوا بيزيد حلو. انا عاوز اجيب النظارات، انا مش عارفه اي حاجه، انا اصلا بتمشى كده وخلاص، اقعد اتمشى. وعنده العبه فاهم، شاور لي على الحته دي في حاجه، يعني شايفين مثلا انا بجري على ايه. انا مثلا بجري دلوقتي على الهمامه الحمراء دي، على الهمامه الخضراء دي كده. حاولوا تدوروا على حاجات بس خلينا نروح هناك احسن، ممكن نلاقي اكتر. ندوره لحد دلوقتي، محتاجة حبة كمان عشان اجيب الطاقية. يلا حبة بس كده شوية صغيرة جدا اجيب الطاقية. طب خلينا نشوف المهام اصلا ايه دي. ميتزا لكم، يعني ايه ميتزا كلهم؟ استنوا ممكن اعرف ميتزا كلهم. خلي كده ميت ميت زي يا جماعة، انتوا حاولوا تترجموه بقى، لو انتوا بتعرفوا تترجموا بقى هيكون احسن بكتير، عشان ممكن ما يعرفش يترجم تماما.
طب الحيوانات المستنسخة. قبل الحيوانات المستنسخة. شكرا شكرا. قبل الحيوانات المستنسخة. حيوانات مستنسخة. الجيم خلص. مين اللي بتاع دي لسه موجودة؟ ماشي موجودة. قابل الحيوانات المستنسخة. خلينا نروح نكلم نروح أي حتة تانية برضو عادي. يا بيبي واو، ممكن تلاقوا هنا حاجات جميلة جدا كمان ممكن تاخدوها. واو يزيد. يلا 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 زيد زيد. كويسين. تعالوا نشوف لو احنا نقدر نشتري فسفوس. بقينا فسفوسة صغيرة جدا جدا. يس اوكي. حلو. هتلاقوا علامة لونها أحمر هنا. ألف مبروك. هو كده جالكوا حاجة. ندخل. واو حلو شكل. حلو شكل. شكرا. ممكن تكون مهمة. يا رب تكون مهمة. ممكن تكون صعبة وخلاص. هنشوف لو في أي حاجة تبانت. مفيش. خلونا نعمل حاجة. جانا نشربي نجيب أي حاجة. هنعمل ايه؟ تعال نيجي هنا مثلا. ممكن ندخل هنا يكون شكلها حلو مثلا. يمكن نلاقي نعرف نعمل هنا. مهم مصر. يا ممكن الكروت دي تديك حاجة مفيدة.
أقوله إن أنا ممكن ألاقي الحيوانات المستنسفة. إذا استنى 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 استنى، ده لو لمست الأخضر هموت. فهمت. لا ما فهمتش. بس قولولي من الأول ليه بيقولي إنك حبيتني يعني، أغنية من اختراعي على بيت حبيب لي إيه يعني يا دنيا، انتي قاعدة بتعمليلي وأنا مش عارفة أعدي. تعالوا نجيب من هنا، نحاول نجيب من هنا شوية مثلا. حاول نوصل له، شكله هعمل ماما ضخمة قوي اصلا لو وصلت له. لا لا مش عارفة، مفيش حاجة اصلا، مش قاعدة بصوت. والله أبدا. قربت قربت، المحاولة جميلة. ايه مأساة. ساكن 4 دقيقة. طب كده نص الموبايل كان في مية فرقة. لا والله لا، انا زيت بقى وظنوني انا لو عملتها هاخد حاجات كتير جدا. حلو يعني ايه ده؟ او بشكل انه في حاجة جاتلي عشان اعرف جاي من ساعتها، مش فارقة اوي. في حاجة غلط، في اني اختفت عندي وقيت طائرة في الصحراء. نطلع ونشوف اللي جاي، او لو مفيش حاجة جاتلي ف محزنة. بس طريقة دي فعالة يا جماعة، مش بقولك ان هي مش فعالة، هي والله فعالة، والله ان هي صح، وان هي بتجيب لكو حاجات سيئة جدا جميلة جدا. مش حاجة جاتلي فدابين. اما العالم اللي انا شفتها كان بتنجان مقليه يعني. انت عارفين ان التوكه اللي انا حطاها دي جات لي منها، والشعر الابيض جالي منها، والشعر الاصفر جالي منها. بجد طريه جدا 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 يا جماعه. كان تمني كلكم لعبوها، وممكن كانت تجيبوا منها لبس زي ما فرجتكم. وبس تحققوا الوش والكل اللي حب الحاجات وكده. اشترك في القناة بليز، يعني زي ما انا فوتكوا وعرفتكوا الحاجة دي انتوا تفوتوني وتشتركوا في القناة.
وتحطوا لايك وتكتبوا كومنت حلو زيكي اماراتي بس سلام يا حلوين.